متابعي الاخباريه السوريه، احنا ما زلنا بالخطوط الاماميه مع رجال الله رجال الجيش العربي السوري بالخطوط الاماميه على محور منطقه بعيدين. ما تزال اشتباكات العسكريه مستمره على ذلك المحور، والعمليات العسكريه مستمره بالتقدم والسيطره على عدد من المعامل الكتل المحازيه تماما على منطقه بعيدين، والجيش العربي السوري ما زال يتقدم باتجاه الانشاءات العسكريه ومنطقه الانذارات وصولا لمساكن هنانه. تشاهدون الكتل الأمامية أمامكم، تلك هي منطقة بعيدين ومنطقة الهلوك الفوقاني والتحتاني. ما تزال العمليات العسكرية مستمرة والجيش العربي السوري يتقدم ويكبد التنظيمات الإرهابية المسلحة خسائر كبيرة. ما زالت العمليات العسكرية مستمرة في منطقة بعيدين، حيث بدأت العملية العسكرية صباح هذا اليوم بالتمهيد لسلاح المدفعية للجيش العربي السوري وقوات لواء القدس، حيث تقدمنا باتجاه بعض الكتل والأبنية بعملية قدم تدريجي لهذه الكتل والمعامل، وقمنا بتدمير عدة آليات مركب عليها رشاشات للعصابات الإرهابية المسلحة. ونحن الآن على مشارف دوار بعيدين، وإن شاء الله قريبا سنقوم بتخليص أهالينا في أحياء حلب الشرقية من عصابات الإرهابية المسلحة. ما يزال الجيش العربي السوري يتقدم اتجاه الأحياء الشرقية ويكبد التنظيمات خسائر كبيرة، وفلول الباقي باتجاه الهلوك الفوقاني والتحتاني امتدادا لمنطقة بستان الباشا. أحمد صادق للإخبارية السورية من محور منطقة بعيدين.